أبعاد المواطنة. أولاً البعد القانوني، فالمواطنة قانونياً تعني علاقة الفرد بالدولة كحقيقة جغرافية وسياسية تحددها وتحكمها النصوص الدستورية والقانونية. ثانياً البعد الاجتماعي، إن نقطة تحديد الفرد بالمواطن وهي الانتماء لمجموعة أفراد أو المواطنين في رقعة جغرافية محددة ومعترف بها داخلياً وخارجياً. البعد الثالث وهو البعد الثقافي أو السلوكي، وهو ممارسة مبدأ المواطنة على أرض الواقع وترتبط إلى حد بعيد بالمنظومة الثقافية السائدة داخل المجتمع. فالعادات والقيم والتقاليد والأعراف الاجتماعية تعمل بشكل لاواعي على اندماج الذات بالحياة الاجتماعية. البعد الرابع وهو البعد السياسي، وهو نمط سلوكي مدني، وهي مشاركة أنشطة يومية في حياة المجتمع أكثر مما هي في وضع قانوني مرتبط بمنح الجنسية. البعد الخامس وهو البعد الانتمائي، ويقصد به البعد الوطني، ويشمل انتماء الأفراد لثقافتهم ولمجتمعهم ولوطنهم. البعد السادس وهو البعد الديني، ويشير إلى تمثل المواطن لقيم المواطنة المرتبطة بالجانب الديني. البعد السابع وهو البعد المكاني، ويقصد به البيئة المحلية التي يعيش فيها الفرد. البعد الثامن وهو البعد الاقتصادي، وتشير إلى علاقة الفرد بسوق العمل والاستهلاك.